الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. وقول عثمان رضي الله عنه سمعت لها مكانة عند علماء الحديث، لأنها من أقوى طرق نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول الصحابي سمعت رسول الله أو حدثني رسول الله أو أخبرني أو أنبأني، فهذا كله سواء، وهو الأصل في الرواية لعدم احتمال الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ولكن حدثني وأخبرني وأنبأني أقوى من سمعت، لأن قول الصحابي حدثني رسول الله يكون الصحابي فيها مقصودا بالحديث، بخلاف سمعته يقول، إذ لا يلزم أن يكون الصحابي مقصودا بالحديث، بل جاز أن يكون الحديث له ولغيره. ولكن أكثر أهل الحديث يسوون بين سمعت وأخواتها، وهذا هو الصحيح. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأجر العظيم أن تكون صلاة العشاء في جماعة، أي من أراد أن ينال أجر قيام نصف الليل فلا بد أن يصلي العشاء في جماعة، وتدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة مع الإمام. يعني لو أدرك المأموم ركعة واحدة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وتدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، فإن أدرك المأموم أقل من ركعة أو أكثر من ركعة فله أجر ما أدرك من الصلاة. فعليك أن تأتي صلاة العشاء مبكرا نشيطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالأجر، فقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. والله عز وجل وصف المنافقين بأنهم يأتون الصلاة كسالى، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن معاني القيام إلى الصلاة الهم والذهاب إليها والمشي إليها والنية إليها. فعلى المسلم الحريص على الأجر أن يحافظ على صلاة العشاء في جماعة وأن يأتي مبكرا حتى ينال الأجر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل.